أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أريد الحج أنا ومجموعة من أهلي، وحجزنا مع أحد الحملات. يقول: بعد التأكد منهم تبين من أن موقعهم في بداية مزدلفة من جهة منى، علما بأن الخيام مستأجرة من المطوفين، والخيام متصلة مع الخيام التي في منى، فهل يجوز الإباثة فيها أيام التشريق؟ لا بد من المبيت في منى. تبقون فيها في النهار ما يخالف في النهار، وبالليل تدخلون منى تمشون وتبيتون فيها، ترجعون لخيامكم بالنهار ما يخالف. نعم.